انت كنت موجود الموسم اللي فات مع في الجهاز الفني بتاع كابتن حمد كابتن ابراهيم محمد لما ابراهيم مسك مظبوط. النادي الاسماعيلي. لا خليني اضيف بس كلام على كلام كابتن محمد عبد الله كمان، ان زاد الموضوع زياده كمان يا كريم الغرامات. الغرامات بقت عبء كبير جدا على النادي الاسماعيلي اكتر من عقود اللعيبه. كان النادي الاسماعيلي مجلس الاداره كله شغله الشاغل ان هو يوفر مستحقات اللاعبين والمكافئات، لا دلوقتي بقى عشان يوفر الغرامات انت بتتكلم في 150 200 مليون جنيه، داي. رقم كبير جدا. امبارح للامانه برضو فرصه من خلال برنامجك بنعلنها، جمعتني مكالمه طويله مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، كنت بحسه طبعا على النادي الاسماعيلي والوضع الصعب اللي هو موجود فيه دلوقتي، والراجل للامانه يعني من الشخصيات المحبه جدا للنادي الاسماعيلي، وطمني وقال لي ما تقلقش كنا في ظهر النادي الاسماعيلي. والحوار اللي ما بيننا كان مستغرب من حاجه كبيره جدا يا كريم، وهي اختفاء اللي كان محمد بيتكلم فيه من شويه، اختفاء كل رجال اعمال بتوع اسماعيليه. بالظبط. مفيش حد فيهم عاوز يتصدر المشهد، وكل الناس بالعربي كده او بلغه الكوره بتهرب من مسؤوليه، المسؤوليه، وطبعا ما نقدرش يعني ما بيدوروا على حد دلوقتي عشان يرقص اللجنه اللي هتدير المؤقته. بالظبط، صح. في اسبوع لازم اللجنه عشان اللائحه بيشوف المخالفات والحاجات دي وبعد كده يضيفوا حاجه، دي حاجه. الحاجه الثانيه النادي الاسماعيلي كمان يا كريم فقدوا الجماهيريه بتاعته بسبب ان بيخش 2000 واحد، ففقد اهم ميزه عنده بقى يخش 1000 2000. ده طبعا حتى اللعيبه اللي كانت بتيجي دلوقتي النادي الاسماعيلي ما بيجوش لعيبه سوبر دلوقتي. انت عشان تجيب لعيبه سوبر دلوقتي يقول لك انا اروح بقى فيوتشر، اروح البنك الاهلي، اروح الانديه اللي هي مستقره ماديا واداريا. مصر الاتحاد برضو لا انا بتكلم على الانديه اللي هي وانديه شعبيه بس معاها فلوس. بكلمك البنك الاهلي وسيراميكا وفيوتشر، الانديه دي ما كانتش موجوده من 4 5 سنين. لا دلوقتي بقت اللعيبه تفضلها على الاسماعيلي والمصري والاتحاد، ده ما كانش متواجد قبل كده. فخليني اقول لك لا النادي الاسماعيلي عنده مشاكل وعشوائيه كبيره جدا جدا. انا كنت موجود جوه النادي وبرضه من خلال برنامجك الناس اللي كانت موجوده في النادي الناس فعلا بتحب النادي وكانت عاوزه تخدم. أي. لكن النادي بيدار كله غلط من الالف للياء، عشوائيه في اختيارات لاعبين، في عقود، في تصنيف. انا كنت واحد من الناس موجود في لجنه التعاقدات، والله العظيم 99% من اللعيبه اللي جت ما اعرفش هم بيقبضوا كام، ما اعرفش جايين من النادي بكام. ومش بقول ان هم خيانه امانه او الكلام ده، لا مش قصدي، بس قصدي اقول لك ان الناس اللي بتدير الموضوع مالهاش في الموضوع اصلا. أي. يعني مش حاطين كل واحد في تخصصه، حتى الرموز اللي كانت موجوده مثلا واحد زي محمد صبحي كان بيلم شمل الفرقه من رموز النادي مشوه في يناير. أي. وحاطينه لجنه انتظار. فانت ليه بتحط الرموز في حته زي دي؟ فاهم قصدي؟ لا فالنادي محتاج شغل كبير جدا. واحمد حسام ميدو طبعا يحسب له ان هو وافق في ظروف زي دي، لكن لا الموضوع كبير جدا جدا. ميدو لوحده مش قادر يعمل حاجه. لا ميدو محتاج لعيبه في يناير لازم تتوفر له، ميدو محتاج دعم من كل الناس. النهارده فيها 5 أو 6 لعيبه ميدو استبعدهم، صالح جمعه، احمد محسن، حمدي النقاز، احمد عادل عبد المنعم، باسم مرسي، الخمس لعيبه دول استبعدوهم من الفريق تماما، ما يتمرنوش مع الفرقه، هيتمرنوا مع الكابتن ايمن الجمل النهارده قبل التدريب، قبل ميعاد التدريب، واي حد جاي له عرض هيعرضوا البيع. مش معنى الخمسه دول؟ لا دي اسال فيها كابتن احمد، هو ده مش حل برضه.